أهلا بكم مشاهدينا، ونذهب إلى القدس المحتلة حيث مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك. لدينا شقين في هذا اللقاء، الشق الأول هو المظاهرات والشق الثاني الشق السياسي. لو بدأنا في موضوع الشق السياسي والخلافات الكبيرة التي بدأت تظهر على السطح، خصوصا بعد تصريحات بن كفير حول محاولة مشاركته في الحكومة بعد حل مجلس الحرب الآن، ما هي الحيثيات والتفاصيل لديك، خصوصا أن بن كفير تحدث عن ضرورة طرد الفلسطينيين وعودة احتلال غزة؟ بعد التحية الرعد، يعني كنا في مداخلات سابقة نتحدث يوميا عن هذه التصريحات اليمينية المتطرفة على لسان إتمار بن كفير، وتحديدا بأنه يشجع على الهجرة الطوعية للفلسطينيين، ويقصد بذلك أن يكون هنالك نقل لهؤلاء الفلسطينيين من قطاع غزة وإحلالهم في مستوطنين، أي عن طريق إعادة بناء المستوطنات والاستيطان في داخل قطاع غزة. وهو يرفض بأن يكون هنالك تسليم كامل لحركة حماس أو حتى لأي دولة عربية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية لقطاع غزة، بل يقول بأنه يجب استكمال هذه الحرب حتى لا يتكرر 7 أكتوبر من خلال الاستيطان وتشجيع الهجرة الاستيطانية، بل وقال بأنه سيكون له منزل أو مكتب في قطاع غزة إذا ما تم هذا الأمر. ربما هنالك محاولات من إتمار بن كفير للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى المقايضة، أي أنه إما أن تدخلني لهذه الحكومة التي ستستحدث قريبا بدلا من كابينيت الحرب الذي حل بسبب ضغوطات. لكن هناك رفض كما معلوم، هناك رفض داخلي إسرائيلي على إدخال بن كفير أو سموتريتش إلى أي حكومة، كما قال بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن ذلك هو خطر على إسرائيل. واشنطن أيضا رفضت ذلك. بالتالي الحديث الآن أو التساؤل، هل هنالك انشقاق حاد داخل اليمين؟ بالفعل دعنا نقول لربما هذه المرة الأولى الذي يكون فيه انقسامات وانشقاقات في داخل حزب الليكود ذاته، وخاصة في محاولة لتمرير القانون الذي يمنع المتدينين أي الحريدين من الدخول إلى الخدمة العسكرية، ولربما هنالك محاولة للحصول على أغلبية في داخل الكنيسة لتمرير هذا القانون من خلال التحالف مع أحزاب أخرى وعلى رأسها لربما أحزاب عربية. هذا ما أثار غضب إتمار بن كفير، والذي قال إما أن يدخلني لهذه الحكومة حكومة الطوارئ وبعدها سأمرر هذا القانون أو بعده من غيره من هذه القوانين. وكأنه إتمار بن كفير يحاول مقايدة بنيامين نتنياهو لضمان استمرار وجودك في داخل الائتلاف الحكومي، يجب عليك ضمي إلى كابينيت الحرب أو إلى طوارئ الحرب الذي تم حالها قبل أيام. دعنا نقول كذلك الحال، الإدارة الأمريكية لا ترغب بأن يكون هنالك يمين متطرف يهيمن على هذه أو على قرارات كابينيت الحرب، وخاصة في ظل كل هذه الانشقاقات في داخل الحكومة الإسرائيلية. ولكن في الزيارة الأخيرة كانت الإدارة الأمريكية قد قالت بأن هذا شأن داخلي إسرائيلي، ولكن يجب إبعاد اليمين المتطرف. لنذهب إلى التصريحات الخاصة بموضوع الشمال. وزير الخارجية اليوم دخل على الخط الخارجية الإسرائيلي بأن إذا ما كان هناك حرب شاملة مع حزب الله فإن إسرائيل ستقضي على حزب الله وما إلى ذلك. أي الأصوات الآن أعلى في الداخل الإسرائيلي؟ الأصوات المطالبة بالحرب وكما يذهب اليمين، أم الأصوات الأخرى كما تحدث بعض المسؤولين وخصوصا العسكريين بأن ذلك صعب على إسرائيل أن تدخل حرب ثانية في الشمال؟ وزير الخارجية الإسرائيلي لا تؤخذ تصريحاته على محمل الجد، ولا يوجد له أي ثقل سياسي كما يشاع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى أنه يتفاجأ من مهاجمة بعض الوزراء للدول الخارجية، وآخرها كان مهاجمة فرنسا والذي أدان وزير الخارجية الإسرائيلي مثل هكذا تصريحات. لذلك هذا يبقى تحت بند التهديد والوعيد الإسرائيلي بالتصعيد، وخاصة محاولة ربما للضغط على واشنطن لتمرير مزيد من المساعدات. في عقالة دانا، ضعينا في جو المظاهرات المستعرة في الشارع، ما الجديد فيها بعقالة في دقيقة لو سمحتي؟ نعم، دعنا نقول أن هذه ليست تظاهرة كبيرة، هنالك مئات من الإسرائيليين الذين يطالبون في إتمام صفقة التبادل وحل هذه الحكومة الإسرائيلية، يتواجدون أمام البرلمان الإسرائيلي ما يعرف باسم الكنيسة الإسرائيلي، وكذلك أمام مقر إقامة الحكومة الإسرائيلية في شارع غزة في القدس. هذه ليست تظاهرة كبيرة في زخم ما كان أمس في القدس أو في تل أبيب، ولكنها تأتي ضمن
حركة الاحتجاجات الشبه يومية الذي يحاول المستوطنون من خلال كل هذه التظاهرات وهذه الحركات. بكلمة ما المطالب؟ أولا إتمام صفقة تبادل الإفراج عن جميع المحتجزين، ومن ثم إقالة الحكومة الإسرائيلية، أو حتى على العكس إقالة الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية ترفض إتمام الصفقة وإيجاد حكومة قد تستمع إلى الشارع الإسرائيلي. نعم. لنيل مطالبهم المتمثلة في الإفراج عن المحتجزين. دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة.